مساء الخير. مساء الخيرات، تفضلي عادي. كنت هلأ عم شوف هدول الصور وقت رحنا على الحديقة أنا وبركاي. ايه قربي شوفيهم. ليكي قديش كان مبسوط يا عمري هو، عن جد قضينا وقت حلو. شو لطيف. أساساً تعب كتير ونام فوراً لما رجعنا على البيت، أغمي عليه من التعب. أمانة لا تواخذني، اليوم ما قدرت أني أهتم فيه كتير. لك لا، يعني مو مشكلة، يعني أنت همك كبير. كيف صرت هلأ؟ إن شاء الله منيحة، تمام أمورك؟ ليش ساكتة؟ ما في مشكلة؟ يعني رح حاول أرجع قوية. تشربي؟ عفواً، كنت رح أنسى أنه هذا ممنوع. ما بيصير، ما مش عن الولد. كيف؟ كيف يعني؟ كيف فهمت هالشي؟ أنا هيك بفهم، تمام؟ خبرتي إرهان إنك حامل شي ولا لا؟ رحت وكنت رح خبره اليوم، بس أنت اتصلت وهو لما سمع حديثنا لقاها فرصة وحجة ليروح لعند سيبيل فورا. عقله وفكره مع سيبيل. إرهان ما رح يعرف عن هالولد، هو رجال بلا شرف لدرجة ما رح يقدر يكون أب. لك باع حاله مشان المصاري. أنا خلص قررت، ما رح يعرف أبداً إنه هو أبو الولد. رح خليه يدفع ثمن كل الوجع اللي حسيته، ورح أعمل كل شي كمان. أنا جاهز لحتى ساعدك ومعك شو ما قررتي كمان. منيح هيك؟ لا، أنتوا لحالكم لكان جهزت لكم أحلى صحن جبنة. بتصب لي كاسة أنا كمان زوجي حبيبي؟ رح صب لك شوي. رايحة على غرفتي، تصبحوا على خير. لا، لوين روحي؟ قعدتنا حلوة سوا. شكراً بيقوم خانو، تصبحوا على خير. تصبح على خير. انت شو عم تعملي؟ عن جد انك جنيتي؟ انا حسيتك مشوب، قلت بخليك تبارد. انا فرجيكي وحده مجنونه، مريضه نفسيا، مريضه. شي غريب ولو؟ عن جد شي غريب. شو هاديا؟ شو هاديا؟ ما عاد بدي اياها، بدي طلعها امي. ما عاد فيني اتحملها اكثر من هيك، ما عندي القدره اطول بالي اكثر من هيك. يعني المره اللي بتعمل هيك ممكن بكره تحاصرني. تخيلي بكره تفوتي على الغرفه تبعي تلاقيها ذبحتني وهي عم تسبح بدمي. تخيلي. تون جاي بيقوم معها حق. انت ما عم بتحط حدود للعلاقه اللي بينك وبين المربي ابدا يا ابني. وانت كمان يا امي، وانت كمان عم اشكيلك همي. تون جاي لا ترفع صوتك على امك. ابني موجود هون عرض الشراكة اللي قدموه الألمان، وقد طلبوا طلبية كبيرة كانت رح تغرق الشركة بالمصاري، وانت عم تسكر الشركة بأي حق؟ أكبر غلط انك ما قلت لي. بس بابا خلاص،
ليك شوف اللي عملته أنت معي لك حتى عدوي ما بيعمله. بسبب العداوة بينك وبين أختك عملت هيك؟ إذا لسه بتحاول تأذي الشركة بقرش واحد ما بقى رح خليك تمرق من جنب مدخل الشركة حتى. روح موش يلا يلا روح يلا. خسارة كبيرة كتير أغبياء. سيد تونجاي، نقدر نحكي إذا كنت فاضي؟ طبعاً. أنا لقيت طريقة لانتقم من إرهان، وأنا كتير بحاجة مساعدتك، بس ما بعرف كيف أقول لك الموضوع. لا ترددي قولي، يعني أنا عم أعمل كل شي بقدر عليه، بس اللي بدي إياه بنوب مانو سهل. تمام، أنا وعدتك إنه رح ساعدك قد ما بقدر، وأنا عند وعدي. شو بدي كاني أعمل إليف؟ أنت بس قولي. جرب حظك. برافو يا شاطر، روح جيبها. إليف؟ هل حكي صح إليف؟ شو هو الصح؟ أنت حامل؟ إليف قولي أي شيء، يلا بالله أحكي أي شيء. أنت حامل ولا لا؟ إيه أنا حامل. أنا ارتكبت غلط كبير إليف، أنا آسف كتير، سامحيني حبيبتي. إليف رح يكون كل شيء حلو، إليف رح نروح نحن الثلاثة يا عمري، بترجاكي سامحيني. ايه أنا حامل إرهان، بس الولد مو من نفسي. شو قلتي؟ شو عم تقولي أنتِ؟ كيف ممكن يصير هيك شيء؟ عم قول الولد مو منك بنوب. رح أقول لإرهان إنه الولد اللي ببطني مو منه، منك أنت. مني أنا؟ طيب فهمت هذا الشيء، بس أنت شو تبريرك؟ كنت معصبة منك، كنت رح تتركني وتروح لغرفة سيبيل وتكون معها، وأنا رجعت على اسطنبول مع تونجاي ووقتها. شش تمام خلص، اسكتي اسكتي. خليك تدوق اللي دقته. انتي مانك حدا بيقدر يعمل هيك إليف. عملت إرهان، أنا خنتك. جرب حظك. برافو يا شاطر، روح جيبها. إليف؟ هل حكي صح إليف؟ شو هو الصح؟ أنت حامل؟ إليف قولي أي شيء، يلا بالله أحكي أي شيء. أنت حامل ولا لا؟
إيه أنا حامل. أنا ارتكبت غلط كبير إليف، أنا آسف كتير، سامحيني حبيبتي. إليف رح يكون كل شي حلو، إليف رح نروح نحن الثلاثة يا عمري، بترجاكي سامحيني. إيه أنا حامل إرهان، بس الولد مو منا. شو قلتي؟ شو عم تقولي انتي؟ كيف ممكن يصير هيك شيء؟ عم قولي الولد مو منك بنوم. أنا قررت رح أقله لإرهان إنه الولد ابنك. ابني أنا؟ تمام إليف، سمعتي، بس فهميني كيف هيك عملتو؟ كنت معصبة منك، وخاصة أنه تركتني ورحت على غرفة سيبيل، فأنا رجعت مع تونجاي وبيومها. شش، تمام تمام، بس بكفي. حبيت الذوق يلي دقته. أنا بعرف إنك ما بتعملي يا إليف. بلا عملتها، أنا خنتك. الولد ابن تونجاي. انت اكيد عم تكذبي علي، مو؟ ليش بدي كذب عليك؟ مشان توجعيني، هذا هدفك؟ إرهان، انت ما عاد تهمني بالمرة. انا رح صير ام، وقلت لك ابو الولد بيكون تونجاي. شكلك واثقة من حالك، ما كنتي بهي ثقة كلها امبارح. يعني بلشتي أحلام عن حياتنا مع بعضنا، قديش فينا نخليها تكون حلوة وعظيمة، وخلينا نهرب مع بعض ونبدأ حياة جديدة. كنتي بهي الثقة؟ ايه طبعاً، وأكتر ما بتتخيل. تعرف هلأ شو أكتر شي بيسعدني بهالحياة؟ إني شوفك أنت وسيبيل أتعس اثنين بكل العالم. رح خليكم تندموا على كل شي عملتوه معي انتو الاثنين. ما رح تخلصوا مني كل حياتكم، ورح ضل بوشكم وين ما رحتوا. كورة أصلاً أنتي خسرتي وأنا ربحت. هو بيحبني وأنا رح صير أم، بس أنتي رح تموتي لحالك. ما عاد تهمني بالمرة، أنا رح صير أم، وقلت لك أبو الولد بيكون تونجاي. آه، شو هالمفاجأة؟ كيفك؟ شوفي، حكيت مع إرهان وقلت له إنه الولد منك. صدقني، قلت له خنتك. تعي تعي حبيبة قلبي يا روحي.
طيب كل شيء رح يكون منيح، ما تخافي تمام؟ أنا هون معك، بوعدك ما رح تزعلي مرة تانية صدقيني، أنا حدك بكل الظروف، ما تاكلي هم، ما تخافي مشان الولد تمام؟ أنا رح طلع بأول فرصة أساساً، هو هلأ ابني كمان، أنا حدك حبيبي ما تخافي. تعرفي إنه أم بيركاي إجت اليوم على الشركة؟ آه، مو كانت مريضة؟ إيه هي كانت مريضة، هي هيك قالت لي، بس هلأ عم تشفى. بسطت كتير إنها رح تتعافى. خبر حلو، عن جد انبسطت من قلبي. إمتى بدك تاخد بيركاي؟ هو اشتاق لأمه. أنا بصراحة ما بدي إياهم يلتقوا مع بعض بالمرة، لأنه ما بدي بيركاي يرجع يعيش صدمة جديدة، ما بعرف إذا هيك عم فكر صح ولا لا. إيه بس بالنهاية هي أمه، يعني تمام هو يمكن يكون تعود على حياته الجديدة، بس بيكون مشتاق لأمه، ما فيك تبعده عنه. هلا أنت نسيتي كل همومك وانشغلتي بهمومي إلي، أنا كمان بدي أقول لك قديش قلبك طيب يا إليف. مو معقول. إليف أنا بحبك كثير. إيه يعني بعرف إنه مو بهالسهولة بتقدري إنه توثقي فيني، حتى إنه يلي خلاكي تجي لعندي مو منيح واللي هو الحقد والخيانة، حقدك على سبيل وإرهان هو يلي خلاكي تعملي هيك، وأنا مقدر كل هالشي اللي صار، صدقيني يا إليف. عم تفهميني؟ خليكي معي بوعدك إني معك. بابا حبيبي صباح الخير، كيفك؟ كل شي منيح؟ بصراحة خوفتني لما قلت لي ضروري نحكي، صاير شي بابا؟ الشي مزبوط؟ شو قصدك؟ ما فهمت. إنه أنتِ حامل يا إليف. بابا إليف لا تكذبي علي، رجاءً قولي لي الحقيقة، أنتِ حامل عن جد؟ بابا أنا كنت رح خبرك، صدقني والله كنت رح خبرك. إليف، إليف لا تكذبي علي، قولي لي الحقيقة، قولي ما في شي من الحكي، ومستحيل إني وطي راسك هيك يا بابا. بابا والله أنا ما من هذا الرجال، من مديرك مو؟ أنت وحدي كذابة يا بنت، أنا فكرتك عم تهتمي بالولد مشان لقمة العيش، بس ما توقعت هيك تكوني. أنا ما بيشرفني تكوني بنتي يا إليف. أنا ما عدت أبوكي، ما بدي شوف وشك مرة تانية.